تقدمت للترشح أو قدمت أوراقي للترشح لمفوضية الانتخابات. كنت حابة أني أنا نشارك أو أني أنا نمارس حقي السياسي في المشاركة في الانتخابات. للأسف خاب ظن أغلب الشعب الليبي بتأجيل الانتخابات، لكن في هذه الظروف ما وقفناش. يعني أنا أحكي علي شخصي كإناس، ما وقفتش، لأن عندي إيمان إنها سوف تقوم دولة، سوف تقوم دولة مدنية اللي إحنا نسعى إليها، دولة ديمقراطية تحقق الحريات الأساسية. الانتخابات أجلت ولم تلتغى، يعني كان مش اليوم، مش بكرة، مش الشهر القادم، مش السنة الجاية، مصيرها في انتخابات. يعني مش حتقعد ليبيا من غير انتخابات أو من غير دولة فترة طويلة. يعني هذا ما نسعى إليه. تأجيلة الانتخابات ممكن كانت بالنسبة على مستوى سياسي أو كمستوى دولة إن هي أخرت في بناء دولة، لكن على الصعيد الشخصي حبيت إني أنا نستغل الموضوع فاهي، وإني أنا نطور من نفسي، وإني أنا نصقل مهاراتي. العمل السياسي حديث في ليبيا، العمل السياسي وخصوصا للمرأة الفترة اللي احنا قاعدين فيها وفي انتظار الانتخابات، حبيت إني أنا نطور ونتواصل مع ناس أو مع سيدات قاماً بالدور السياسي أو خاضن التجربة السياسية في ليبيا. حبيت نعرف شن المشاكل اللي هن واجهنها، شن الأخفاقات اللي هن صارت لهن، نتعلم من أخطائهن. شاركت في عدة دورات قامت بهن في المجتمع المدني، في مشروع كان مشروع قادرات قامت به منظمة ميراث، تناولت عدة مواضيع تهم الناخبات. طبعا هذا دور المجتمع المدني، انك انا كإناس او اني انا خاشة في المجال السياسي جديد، نكون خش في مؤسسة او أسرة سياسية، فانا باش نخش نكون انا مستعدة باش ما ننصدمش باللي قدامي، يعني نكون جاهزة. عرفنا ان هي من ضمن المواضيع او البرنامج اللي كان يتناول مشروع قادرات كان يتناول الاتصال ولغة الجسد، تناول كيفية إعداد البرامج الانتخابية، كيفية المناصرة، كيف تجهزي مناصرينك، كيف تتواصلي مع جمهورك. وكانت في حاجة أضافت لي طبعا الكثير وكانت جديدة، اللي هي السياسات العامة. السياسات العامة كانت مهمة وكانت حاجة جديدة بالنسبة لي أنا. برضو في تعزيز المشاركة السياسية قامت بها منظمة كانت دعمتها إيد بريدش، كانت أستاذة هند البشاري، حتى هي فيها صقل مهارات المرأة السياسية. احنا مهما نقولوا احنا نعرفوا، تلقى روحك انك انت محتاج الكثير باش تخوضي في التجربة هذه. يعني هي مش انك انت بتخوض تجربة، يعني في فارق ما بين القدرة والرغبة. أنا عندي القدرة، عندي الرغبة أني أنا نحدث التغيير. أوكي، عندك القدرة، الرغبة هذه رغبة من غير قدرة ما تصيرش، لكن قدرة ورغبة بكيف تكوني قادرة، معناها أنت تبثق في نفسك، أنك أنت تكوني جاهزة، أنك أنت تسقلي مهاراتك. فضروري الواحد يشتغل على روحه، وأنا هذا اللي قمت به بعد تأجيل الانتخابات، ما وقفتش. يعني قمت بعديد من الجلسات الحوارية وشاركت في عديد من الجلسات الحوارية. في موضوع آخر حتى هو كان في بنغازي، اللي هو أيام العامرة، كانت المشرفة عليه جمعية التواصل ومؤسسة براحة الثقافية، دام تقريبا 10 أيام. كان ثقافي يعني مع نخبة رائعة جدا، كانت فيها جلسات حوارية تبدأ من الساعة 4 تقريبا لعند الساعة 8، كان يسرق فينا الوقت من غير ما نحسه. يعني نخبة من الأكاديميين، نخبة من السياسيين، نخبة من المثقفين،
وكانوا يعطوا فينا حوصلة تجاربهم. ذكروا التجارب، مثلا المؤتمر الوطني شنو الإخفاقات اللي صار فيه، ذكروا تجارب خارج ليبيا، التجربة التونسية، التجربة المغربية. تعلمنا ان احنا، او تعلمت كيف ان احنا نشخص المشكلة السياسية. تشخيص المشكلة السياسية توريك كيف انك انت تحل المشكلة هي، اوكي مشاكل قائمة بتبي تبحث عن السبب وكيف انك انت تحلها، تبي تستفيد من تجارب ناس اخرى، يعني من دول اخرى، بيقولوا مثلا تجربة تونس، تجربة المغربية، الأردنية، اللبنانية، إذا كنا الواحد يكون مطلع عليهم باش إنه هو يتفادى هذه الإخفاقات، ما يجيش الخطأ اللي دار اللي سبقونا نجي إحنا نعودوه ونكرروه، معناه إحنا مكانك راوح. لكن الخطأ وارد من كل، من أي شخص، لكن ليش صار الخطأ وكيف تفاديت الخطأ وكيف يعالج الخطأ، باش أنا نقدر نخوضها، اني انا نثقف روحي من ناحيه القوانين، من ناحيه التشريعات، شنو هن المشاكل، شنو القوانين اللي هي بتتفاعل، شنو هي المتفاعله، شنو القوانين اللي هن تبي تحديد، احنا نقوله لا بالعكس، يعني هي نفس القضيه اللي انا اصلا مقدمة عليها، لكن زدت قوه مش كيف ما انا خشيت يعني. وفي فارق ما بين أنا لما جيت شوفي إناس ما بين السنة اللي فاتت وأول ما قدمت الانتخابات واليوم، لا في فارق، حتى وكان إن ما صارش النصيب وما صارش الحظ، لكن أنا نحت بروحي إني أنا فايزة، لأن المعلومات اللي انضفت لي والأفاق اللي انفتحت قدامي، وإني أنا قعدت نبحث على أشياء ممكن لما كنت إنسانة مثلا عادية، أو إنسانة إني أنا مثلا كنت أكثر تركيزي كان على الجانب العلمي يعني، لكن لما اخترت المجال السياسي نظرتي اختلفت، يعني كنت ننظر للموضوع أو كنت مهتمة بالشيء هذا، لكن لما خرجت مجال السياسي لا، النظرة اختلفت. حتى لما يصير أخبار أو نشرة أو يطلع أي متحدث سياسي، يعني قعدت نفهم في أمور واجدة ممكن من قبل كانت الكلمة لما تمر عليك كانت مرة عليا مرور كرام، لكن لا، هذيك قال معناها يقصد بها كذا. بنغازي فيها منظمات داعمة للمرأة وتهتم بصقل مهاراتها، لما مثلا الموضوع اللي أنا يهمني هو يهم المجتمع كله، يعني مش فئة معينة يعني. لكن أغلب المواضيع لما جيت تشوفيها المجتمعية، نحن نعانوا من قلة الثقافة المجتمعية، فأنت تلقى روحك باش أنت تبدأ من جديد، بتركز على فئة الشباب لأن هم اللي حيكملوا من بعدك أو هم اللي حيواصلوا معك المسيرة، يعني هذه أكثر فئة تقدر أنك أنت تهتم بها أو أنك أنت تتناول قضاياها. وأغلب القضايا أو المشاكل اللي هي موجودة في الدولة راها تحتاج إلى شباب. نتمنى أن تكون الانتخابات قريبة، يعمل استقرار للبلاد،